طيب عايزة أقول لكم إنه في بعض الناس لما بتقرأ كتاب ما بيكونش الدافع الوحيد عندها لقراءة هذا الكتاب هو الاستمتاع بما يحتوي هذا الكتاب. أحيانا بعض الناس بجد بتبقى يعني إيه عاملة الموضوع ده للتباهي، تحس كده إنه إيه تصور غلاف الكتاب وتحطه عندها على السوشيال ميديا، رغم انه هو ده شيء جميل عشان انت بتشجع الاخرين على قراءة عمل ممكن يكون كويس يفيدهم وكل حاجة، بس في بعض الناس تعمل ده يعني عشان تعيش دور المثقفة بقى، يعرف فنجان القهوة بقى ويحطوا بقى فيروز بقى ويحطوا صورة الكتاب، فما عنديش مشكلة تباهى وعمل كل حاجة واتنه وعيش فخور جدا باللي انت بتعمله، ولكن اقرأ بجد. يعني لما تقرأ بجد هتبقى النتيجة أفضل بكتير جدا، لأنه حين تعرف أمة لا تقرأ وتعزف الأمة عن القراءة بيقول لك إيه بقى؟ أنه بتكسب فيها سوق الأفكار بموجب قانون العرض والطلب وينحسر الإبداع وتضمر الثقافة، وده شيء خطير جدا. فأقرأ بقى وعاوز تتباهى بقرايتك، مش عايز تتباهى أنا موافقة، بس المهم تقرأ. طيب معنا على التليفون الأستاذ محمد خضير مسؤول القسم الثقافي في بوابة روز اليوسف ومحرر وزارة الثقافة. يا مساء الفل، أهلا بحضرتك معنا، دايما بتكون معنا بكتاباتك على نفس الموجة. خليني في الأول أسألك، بيتقال إنه الثقافة العربية غير منتجة، تأخذ ولا تعطي، هل حضرتك بتتفق مع المقولة دي؟ أهلا وسهلا بك يا أستاذة إنجي، وأهلا بالسادة المستمعين، وأنا سعيد جدا أن أنا أكون مع حضرتك في هذه الحلقة المهمة اللي بتتناول انطلاق فعاليات معرض القراءة الدولي للكتاب. وسؤال حضرتك المهم عن أن الثقافة العربية غير منتجة، أنا متفق معاك للأسف، يعني لأن فعلا كان يجب علينا أن احنا نعترف بأن احنا للأسف مرة أخرى بنستهلك العلم أكثر ما بننتجه. يعني على سبيل المثال لو احنا خدنا نماذج من الثقافات ومثلا كتاب الكوميديا الإلهية لدانتي مثال، هنجد ان احنا استفدنا من معراج ابن عربي اللي افاد من رحلة الإسراء والمعراج في ثقافتنا الإسلامية. ده اللي هيأكد على سؤال حضرتك اللي هو عملية التفاعل المتبادل، يعني يبقى في مد وجذر ما بين ان احنا بناخد وندي على مدار العصور المختلفة، بناخد ثقافات وبناخد حاجات وبنستهلك. رغم ان برضو مفيش ضرر ابدا ان احنا نستفيد من الثقافات الاخرى ونتفاعل معاها، غير اننا كمان يا استاذة انجي لو رجعنا لعصور سابقة هنجد انفسنا ان الثقافة الغربية افادت كثير برضو من الثقافات العربية واعادت انتاجها بشكل موجود وموجود على الساحة الثقافية والعربية، والنماذج اللي موجودة من الكتابات المترجمة بتأكد على كلام حضرتك وعلى السؤال المهم الخاص بأن احنا ثقافة غير منتجة. طيب القضايا الأدبية والثقافية اللي ممكن تكون محور الحديث في معرض الكتاب في الدورة دي في رأيك إيه؟ سؤال حضرتك مهم جدا، لأن ولسه حضرتك بتتكلمي مع ضيوفك السابقين وبتتكلمي في فكرة القراءة والرواية هي بتغزو أكثر من الأعمال الأخرى، فالقضايا الأدبية بشكل عام حتى احنا متأثرين، يعني انت شايف ان احنا عصر الرواية، احنا بنعيش في عصر الرواية؟ طبعا متفق مع حضرتك جدا، لان والسؤال الخاص بالقضايا الادبيه والثقافيه اللي بتجذب الجمهور هي القضايا الخاصه بالحاجات الاجتماعيه والعلاقات اللي لها علاقه بالعلاقات العرفيه واللي بتتكلم عن العقل وعن بعض فساد الاماكن اللي ممكن يكون فيها تناول بيعكس الادب من يعني في كثير من الاجيال في المجتمع بتاعنا. فانت هتلاقي نفسك حضرتك امام تجارب ويعني روائية كبيرة الشباب بيقبل عليها، خاصة الحاجات الاجتماعية اللي بتمس الروايات البوليسية والروايات الخاصة بالتجسس والمغامرة والرعب وكل الروايات الخاصة بالشكل الأدبي اللي من النوع ده بتجد إقبال، وإحنا بنرصد ده كل سنة في معرض الكتاب إن أكبر جزء من جمهور المعرض بيقبل على الروايات اللي من النوع ده ومن الكتابات دي، خاصة الشباب، لأن الشباب دايما بيحب يقرأ بيحب يطلع على الثقافات، فكل ما بيلاقي فيه كاتب مهم بيتناول اللون المهم من الروايات الخاصة بالرعب والبوليسية والتجسس والكلام ده بيحب يعرف إيه الجديد في هذا النوع من القضايا الأدبية. فأنا معاك في أن القضايا الأدبية المعاصرة هي المحور الأساسي للقراءة في مصر والوطن العربي عموما، ومع حضرتك برضو في أن الرواية هي اللي بتتصدر المشهد الثقافي، رغم أن الأدب موجود
موجود فيه شعر وفي نثر وفي قصه قصيره وفي مجموعه كبيره من الالوان، العلوم الاجتماعيه والعلوم الانسانيه، في الوان كتيره. دي ممكن تكون بتلقى اهتمام الباحثين اكتر والباحثين عن الحصول على درجه الماجستير والدكتوراه، والباحثين من الوافدين اللي بيتعلموا في مصر من خلال مدينه البحوث. فده يمكن الجزء الأكبر واللي بياخد رقم أكبر في المعرض هو الرواية. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد خضير، مسؤول القسم الثقافي في بوابة روز اليوسف ومحرر وزارة الثقافة.